بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله دي أول محاضرة لينا في مبادئ الاقتصاد الجزئي للمستوى الأول لطلاب النظام الساعات المعتمدة باللغة العربية. إن شاء الله المحاضرات هتكون 6 محاضرات، دي المحاضرة الأولى. هو ده هيبقى 6 محاضرات هما إجمالي ما يتم امتحان الطالب فيه. الفصل الأول أسس علم الاقتصاد، مهم جدا نعرف إيه تعريف علم الاقتصاد ونفرق ما بين التحليل الاقتصادي الجزئي والتحليل الاقتصادي الكلي. ده بالنسبة للفصل الأول. شكرا.